السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا الكرام. نذكركم كالعادة تلاميذنا الأعزاء بتفعيل خدمة الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم نحن إزاء سلسلة من التمارين في المشتقات الاسمية، اسم الآلة بالنسبة للتلاميذ السنة الثانية من الشعب العلمية. كذلك يمكن لتلاميذ التعليم الأساسي متابعة خاصة السنة الثامنة. يمكنكم زيارة صفحة الويب www.elvia-academy.com. كذلك يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إلفيا أكاديمي. تماريننا اليوم نبدأها باستخراج أسماء الآلة المشتقة وتعيين الفعل الذي اتصل بها من جمل معينة. عندما نبدأ التفسير نبدأ أولا ب تفسير السؤال: ماذا نقصد باسماء الآلة المشتقة؟ هل هنالك أسماء آلة غير مشتقة؟ أجل، الإجابة هي نعم. أفسر: أسماء الآلة المشتقة يعني عندها أوزان قياسية كما مفعل، مفعلة، مفعال، كما ممحات، مفتاح، منشار، منبر، مبرد، مفعل، مبرد، مفعلة، ملزمة، ملعقة. أما أسماء الآلة اللي غير مشتقة، أسماء الآلة غير المشتقة هي أسماء جنس في الأصل، تدل على آلة، تدل على الآلة التي نقوم بها بفعل معين، لكن ليس اشتقاقيا، لا تدل يعني وزنها هو وزن مثلا فعل وإلا فعلة مثلا، وإلا ما نعرفش أنا أي وزن آخر، ما هوش من أوزان أسماء الآلة، لأن اسم الآلة كما قلنا عندها أوزان قياسية خاصة بها. أسماء الآلة غير المشتقة مثلا سيف، السيف أليس آلة نستعملها؟ لكنها لا تدل اشتقاقيا على اسم الآلة. قلم مثلا ما هو آلة، سكين آلة، كلها آلات لكنها لا تدل اشتقاقيا على اسم الآلة. إذا استخرج مما يلي أسماء آلة مشتقة وعين الفعل الذي اتصل بها. الجملة الأولى: أمسك يوسف سبيكة الزنك وألقمها في الملزمة وشدها ثم تناول منشارا طويلا وأركزه على السبيكة. طيب، السبيكة كما قلنا السكينة وغيرها والسيف، السبيكة صحيح تدل على الآلة لكنها ما هيش اسم آلة اشتقاقيا. هنا عندنا الملزمة، المفعلة، عندنا منشار، مفعالا. الأفعال التي اتصلت بها هي لزمة ونشر، ملزمة ومنشار. تغادر هذا الشاطئ مراكب خفيفة تخشى العطب ذات مجاديف. عندنا مجاديف مفاعيل، هي في الأصل مجدف مفعل. عندنا مراكب، مركبة مفعلة، من ركبة ومن جذف.
المحراث، شق المحراث أديم الأرض. المحراث من الفعل حرث على وزن فعل، مفعال. تحرك المصعد نحو الطابق الرابع. المصعد هو الآلة هنا، وهو على وزن مفعل، والفعل الذي يتصل به هو صعد. فرم اللحم بالمفرمة، هنا الإجابة تكمن في الجملة في حد ذاتها. فرم هو الفعل المتصل باسم الآلة المفرمة على وزن المفعل. راقب الجندي الأفق بالمنظار، هنا عندنا المنظار يدل على الآلة، اسم الآلة، على وزن مفعال، من الفعل نظر. يعني أتممنا تعمير الجدول الأول، اسم آلة والفعل المتصل به. اسماء الآلة: ملزمة، منشار، مركب، مجاديف، محراث، مصعد، مفرمة، ومنظار. نمر للتمرين الثاني. أكمل ما يلي أو أكمل ما يلي باشتقاق أسماء الآلة من الفعل الموضوع بين قوسين. يعني عندنا أفعال موضوعة بين قوسين، عفوا، وعندنا أسماء آلة، عندنا فراغات نملأها بأسماء الآلة من ذلك الفعل. الجملة الأولى: تستخدم ربة المنزل في أداء واجباتها المنزلية. عندنا الفعل غرفة، نقول المغرف. لماذا مغرف وليس مغرف أو مغرف؟ على وزن مفعل، لأنه مغرف هذيك من الدارجة وليست من العربية الفصيحة، بالتالي نقول مغرف على وزن مفعل. والفعل قلاء، ما هو اسم الآلة المتصل بهذا الفعل؟ ماذا نستعمل لنقليا؟ المقلاة. و الفعل الثالث هو شوى، ماذا نستعمل؟ نستعمل المشوات. والفعل الرابع هو كنس، ماذا نستعمل للكنس؟ نستعمل المكنسة. يستخدم الطبيب، هنا لدينا مصطلحات علمية قليلا أو آلات خاصة بالحقل الطبي. يستخدم الطبيب، عندنا الفعل الشرط، هنا يجب أن تكون لدينا دراية بالآلات الطبية، فنقول المشرط، المفعل، والمبضع كذلك على وزن المفعل، والملقط كذلك على وزن مفعل. مشرط، مبضع، وملقط. والفعل وزن، ماذا نستعمل لنزن؟ شنو هو الآلة اللي نستعملوها باش نوزن حاجة؟ والميزان، نقول وميزان الحرارة. يستخدم النجار، ماذا يستخدم للثقب؟ يستخدم المثقاب، مفعال. والمنزعة، المنزعة هي كاللي ينزع بها المسامير، والمنزعة، والمبردة. وشنو الفعل أو عفوا اسم الآلة اللي متصلة بالفعل نشر، وقد أجبنا عليها في التمرين السابق؟ المنشار. الجملة الأخيرة: للطالب، اسم الآلة من حبر، للطالب المحبرة. شنو هو اسم الآلة من الفعل نقل، وخاصة خاصة بالرياضيات؟ المنقلة. شنو هو اسم الآلة من الفعل محا؟ محا هذه نستعملوها في الرسم، نستعملوها في الرياضيات، نستعملوها لمحو قلم الرصاص، هي الممحات، المفعلة.
ومن الفعل سطر بطبيعة الحال المسطرة. وكاستنتاج نقول أن اسم الآلة هو مشتق يدل على الآلة التي يتحقق بها العمل، يعني ما به نحقق عملنا. التمرين الثالث، سطر أسماء الآلة في الأمثلة التالية ثم حدد أوزانها والأفعال المتصلة بها. الجملة الأولى، يعني باش نفسر لكم، ينجم يكون في نفس الجملة فما زوز أسماء آلة، يعني ينجم يكون فيها حتى أكثر من زوز. دق النجار المسمار بالمطرقة. نحن باش نستخرج وزن اسم الآلة وباش نستخرج الفعل المتصل بها بطبيعة الحال بعد أن نسطر أسماء الآلة. الجملة الأولى، عفوا، دق النجار المسمار بالمطرقة. أين أسماء الآلة؟ المسمار والمطرقة من سمر وطرقة، والأوزان مفعال ومفعلة. الجملة الثانية، جلست أمي خلف المنسج المفعل. من الفعل نسج طبعا. وضعت الخشب في المدفأة المدفأة المفعل، والفعل هو أدفأ. أصلح الميكانيكي المحرك. المحرك هو اسم الآلة وهو مشابه باسم الفاعل، لأن اسم الفاعل من الأفعال المزيدة كما هذا الفعل حرك، نشتقه بزيادة ميم مضمومة في الأول وكسر ما قبل الآخر. محرك، كسر الراء، يعني هي الحرف قبل الأخير. المحرك، المفعل، الوزن هو المفعل والفعل هو حرك. راقب عالم البكتيريا بالمجهر. راقب العالم البكتيريا بالمجهر. بالمجهر، المجهر. المفعل من الفعل جهر. حلقت الطائرة في السماء. الطائرة أيضا شبيهة باسم الفاعل لكنها اسم آلة. الطائرة الفاعلة، الفعل المتصل بها هو طار يطير. ضغط العم جابر على الدواسة. هنا الدواسة، دواسة اسم آلة وشبيهة بصيغة المبالغة، صيغة المبالغة على وزن فعال كما علامة كما رحالة، هذوما صيغ مبالغة. ضغط العم جابر على الدواسة. الدواسة هي اسم آلة كما قلنا شبيهة باسم بصيغة المبالغة أو على أوزان صيغة المبالغة. من الفعل داس يدوس. كانت المكيفات تعمل بكامل طاقتها. المكيفات هي اسم الآلة هنا طبعا، لأن الطاقة ما هيش اسم آلة، تعمل هو فعل، كانت هي ناسخ، يعني مستحيل يكون اسم آلة. مكيفات مفعلات كالعادة، والفعل هو كيف. تحطمت نظارات أمجد أو أمجد، نقول أمجد لأنه يعني ممنوع من الصرف وممنوع من التنوين، لأنه شبيه بالفعل كما أحمد كما زيد. تحطمت نظارة أمجد. نظارات فعالات كالعادة شبيهة بصيغ المبالغة. من الفعل نظرة. نسخت الطابعة النص. تقولون لماذا الطابعة وليس المطبعة؟ كلاهما صحيح، كلاهما صواب، يعني الطابعة والمطبعة. والطابعة شبيهة باسم الفاعل الفاعلة على وزن الفاعلة، والفعل من طبع.
نختم أعزائي بتمريننا الأخير. التمرين الأخير خاص باشتقاق اسم الآلة وذكر أوزانه، يعني يعطيك فعل ويقول لك اشتق اسم آلة واعطيني الوزن. نقول الفعل الأول كواء، ماذا نستعمل للكي؟ نستعمل المكواد، المكواد المفعلة، المفعلة. ولد، ماذا نستعمل للتوليد؟ هذه كلمة علمية، يعني آلة خاصة بالطاقة. كيف حول؟ مولد ومحول، والوزن هو فعل، مفعل، مفعل، محول الطاقة وإلا مولد الطاقة. الفعل الرابع هو رش، ماذا يستعمل الجنان لرش مثلا الأشجار بالمبيدات الحشرية أو حتى لسقاية بعض الأزهار؟ يستعمل المرش. الفعل لعق، هنا في علاقة بحاسة الذوق، اللعق يتم باللسان. ما هي الآلة التي نستعملها للعق؟ تستعملها للأكل، يعني مثلا في أكلنا نستعملها كثيرا، من الفعل لعق. ملعقة، عزف معزف، جز هذه كما طابعة تجوز على وجهين، يعني نجم نقول جزاز ونجم نقول مجز، والأفصح أن نقول مجز، مجز مفعل. الكلمة الأخيرة والفعل الأخير هو غزل، غزل الصوف، هذه يعلمها كما نقول الجيل القديم، الجيل القديم يعلم ما معنى الغزل وشنو الآلة اللي نستعملها في ذلك. نستعمل المغزلة، والأكيد أن جميع الأمهات يعلمن هذه الآلة ويعرفن المغزل. إذن أعزائي، إلى هنا ننهي هذه السلسلة. استخرجنا في التمرين الأخير أسماء الآلة والأوزان. إلى هنا كما قلنا ننهي سلسلتنا، نرجو أن تكون الفائدة قد حصلت. نذكركم كالعادة بزيارة صفحتنا على الويب أو على الفيسبوك، كذلك تفعيل خدمة الجرس ليصلكم دائما كل جديد.